أهلا بكم من جديد في حصة مغاربية. أدت انقسامات داخل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل انعقاد جلسة المجلس للمرة الخامسة بسبب مقاطعة عدد كبير من الأعضاء المؤيدين لحكومة فتح بشاغة. الأعضاء المقاطعون طالبوا بالابتعاد عن الزج بمجلس الدولة فيما وصفوه بالحسابات الفئوية الضيقة. الأعضاء طالبوا أيضا بمزيد من التوافق مع مجلس النواب لإنجاح اجتماعات المسار الدستوري المقرر استئنافها بعد أيام في القاهرة. ويبلغ عدد أعضاء المجلس الأعلى للدولة المؤيدين لحكومة فتح بشاغة 75 من أعضاء المجلس، وهو ما يعتبر أغلبية في المجلس. لا يزال الانقسام السياسي مسيطرا على المشهد في ليبيا، وآخر مظاهر ذلك فشل المجلس الأعلى للدولة في الانعقاد للمرة الخامسة بسبب مقاطعة عدد كبير من الأعضاء المؤيدين لحكومة فتح بشاغة. وفي بيان لهم شدد الأعضاء على دعمهم قرار البرلمان بتكليف حكومة الاستقرار برئاسة فتح بشاغة، كما طالبوا رئيس المجلس خالد المشري بالابتعاد عن الزج بالمجلس فيما وصفوه بالحسابات الفئوية الضيقة، وبذل مزيد من الجهد للتوافق مع مجلس النواب عند استئناف الجولة الثانية من لقاءات المسار الدستوري بالقاهرة. وسبق أن أصدر أعضاء المجلس بيانين متضاربين منتصف فبراير الماضي، رفض فيه 54 منهم قرار البرلمان تكليف بشاغة برئاسة الحكومة ودعم حكومة عبد الحميد دبيبة وخارطته السياسية، بينما أيد 75 آخرون في بيان مضاد القرار باعتباره سبق أن تم التصويت عليه في جلسة رسمية. ويثير هذا الانقسام تخوفات بشأن درجة التزام مجلس الدولة بنتائج اجتماعات اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، والتي ستستأنف ثاني جولاتها في القاهرة خلال أيام، خاصة وقد تم بالفعل التوافق حول 140 مادة من مواد الدستور. ومن شأن هذا الخلاف أن يعمق الانقسام الإداري الذي خلفه واقع وجود حكومتين، واحدة في طرابلس برئاسة عبد الحميد بيبة والأخرى في سرت برئاسة فتح بشغة، حيث يتنازع كل منها مؤسسات الدولة وميزانيتها. ينضم إلينا ضيفانا من القاهرة عبد الحكيم معتوق الكاتب والباحث السياسي الليبي، ومن طرابلس الدكتور محمود إسماعيل الرملي الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية. أهلا بكما معنا في حصة مغاربية. أبدأ معك دكتور محمود الرملي، لماذا تتسبب حكومة فتحي بشاغة بكل هذا الانقسام في المجلس الأعلى للدولة؟ في تقديري ليس فتحي بشاغة وليس عبد الحميد بيبة، إنما الواقع السياسي في ليبيا، فالانقسام السياسي في ليبيا جد حاد، والأجسام الموجودة بدون ما أستثني منها أحدا هي أجسام ميتة وتكاد وتحاول قدر الإمكان الهروب من المشكل إلى مشكل أكبر. أي نتكلم على أجسام شبه منتهية سياسيا. عذرا دكتور محمود، يعني كسبا للوقت، لن أريد تعويما في الكلام، معروف وضع الأجسام وأنها انتهت وما إلى ذلك في ليبيا، لكن هناك انقسام. نعم. على غير العادة. نعم. في العادة نحن دائما نرى بأن مجلس الدولة يتخذ مواقفه بالإجماع وبطريقة ديمقراطية وما إلى ذلك حسب ما يقول. نعم. في الكثير من المواقف. نعم. لكن هذه المرة واضح. نعم. أن هناك انقسام وخلافات، ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك إدارة ما يتعلق بهذا المشهد. السبب في ذلك يرجع إلى أن هناك انقسام حاد في داخل أروقة هذه المجلس، بدت واضحة أن هناك من يطالب بالمضي قدما في النهج الذي انتهجه البرلمان وأيضا فتح بشاغة، وهناك أيضا مجموعة أخرى تريد الحفاظ على القول بإمكانية التراجع أو من خلال آلية الإصلاح أو خلق أو صناعة حكومة جديدة تكون فيها مرضات أكثر أو توجه أكبر. واقع عملي أن المشهد هذا يدل على أن الاتفاق والتوافق ما بين مجلس النواب ومجلس الدولة صعبا إن لم يكن مستحيلا، فمن يتفق في القاهرة يرجع ليجد نفسه خالي الوفاض، أي أنه لا أحد يقبل هذا، ومن يتجه أيضا إلى طبرق سيجد عدم قبول بما يتعلق بالمخرجات. هناك توافق على أكثر من 130 مادة، لكن هل في الواقع العملي فيما بعد أن يرجعوا إلى مرابضهم أو لعلها مراجعهم هل يستطيعوا القول والجزم بأن هؤلاء يقبلون أو لا يقبلون؟ نعم، لكن هناك تذبذب. هناك تذبذب. هنا أسأل السيد عبد الحكيم معتوق، أعضاء المجلس الأعلى للدولة
يعني قرروا الموافقة على تشكيل حكومة جديدة، وأعلن ذلك رئيس البرلمان عقيلة صالح في جلسة علنية، ثم تراجعوا ثم أيدوا ثم تراجعوا. في رأيك لماذا كل هذا التذبذب؟ مساء الخير أخي نبيل، لك ولضيفك دكتور إسماعيل. أنا حقيقة لم أستمع إلى إجابة إسماعيل، ربما كانت تساعدني في البناء على ما قال استطرادا لسؤال حضرتك أو الإجابة على سؤال حضرتك. لكن في كل الأحوال يعني هذا الخلاف في المجلس الأعلى للدولة ليس جديدا، ولكنه ربما يساعد عبد الحميد بيبة في التمسك أكثر بالسلطة، لأن تم رواية بأن وهي قانونية يعني بأن الوعاء الزمني لخارطة الطريق المعززة بقرار مجلس الأمن 2025 سوف تنتهي في 22/6، ولكن واضح يعني كل المؤشرات تدل على أن عبد الحميد لن يسلم السلطة، وهذا اتضح لنا خلال المدة الماضية. طبعا خلاف مجلس النواب ربما يؤثر على المسار الدستوري، يعني على النقاط الخلافية المتبقية التي يفترض أن يتم التوافق حولها، وحتى وإن ذهبوا أو جاءوا هنا إلى القاهرة بشأن ما تبقى من مواد خلافية، الأرجح أنهم سوف يذهبون باتجاه يعني وضع قاعدة دستورية، لأن الدستور هو الآخر يحتاج إلى العودة إلى اللجنة المنتخبة كما تعلم. يعني لكن مصير الأعضاء، هناك أعضاء مقاطعون من داخل المجلس الأعلى للدولة للجلسات، المجلس لم يعقد جلسته للمرة الخامسة على التوالي، أصدروا بيان قالوا فيه يجب الابتعاد عن الزج بمجلس الدولة فيما وصفوه بالحسابات الفئوية الضيقة، كيف تفهم ذلك؟ نبيل، كل هذا الرفض والقبول والإعلان عن أن تم من هو متفق مع ما رشح عن برلمان طبرق بشأن هذا المنتج حكومة الذي يسموه حكومة استقرار، وحقيقة ما مدى جدواه على الأرض؟ نحن نتحدث عن الجانب العملي لهذه المناكفات التي تحصل هنا وهناك، سواء كان في المجلس الأعلى للدولة أو في البرلمان أو بين هاتين الحكومتين. نحن يجب أن نذهب بتفكيرنا حول ما إذا تمت استقرار سوف تشهده البلد، أو نحن ماضون باتجاه انقسام جديد أو ربما تقسيم، لأن الحقيقة هذا هو المهم. يعني لكن أن يحضر أو لا يحضر هم مرة أخرى، المهم في مجلس الأعلى للدولة بصفته غرفة أخرى للبرلمان وهو استشاري وفقا لقرار مجلس الأمن، يجب أن يتفقوا على ما تبقى من مواد خلافية بشأن وضع قاعدة دستورية. هذا ربما يسهل كثيرا طرح خيار آخر إذا ما لم تنجح حكومة بشاغة في الدخول إلى طرابلس. وأنا أتصور أن التفكير في الدخول إلى طرابلس بقوة السلاح حقيقة لن يقبله الغرب، وكما تعلم نبيل وتحدثنا في مناسبات سابقة لازالت أوراق، هي ليست لازالت، هي منذ البداية وحتى اللحظة وسوف تستمر في ظل غياب إرادة وطنية، أوراق اللعبة بيد المجتمع الدولي وبيد الفاعلين فيه. هنا تحدث عن أمريكا وفرنسا وبريطانيا وروسيا وغيرها حقيقة، فبالتالي هذه المشكلة. لكن إذا ما اتفقوا واختلفوا، المهم أن يذهبوا إلى الاتفاق حول المواد الخلافية الأخرى، على الأقل لوضع قاعدة سورية تعطينا الأمل في أن يكون هناك تاريخا لانتخابات قريبة برلمانية ورئاسية. لكن دكتور إسماعيل الرملي، حتى لو فرضنا جدلا بأن حكومة فتحي بشاغة حظيت بتأييد ودعم المجلسين النواب والدولة، هل يغير ذلك من شيء من واقع عدم تمكنها من دخول العاصمة طرابلس مثل ما يجري الآن؟ هذا سيعتمد كثيرا على ما يتعلق بمجريات الأحداث الدولية ومدى استعداد المجتمع الدولي للتعامل معها كحكومة اختارها مجموعة البرلمان. هذا أيضا سيعتمد أيضا على مدى إمكانية خلق نوع من التوافقات بالمنطقة الغربية. هذا سيعتمد أيضا على الآليات التي يمكن بها أن يقنع الآخر بأن حقيقة في ليبيا سيكون هناك تغيرا ديمقراطيا فيما بعد مدة محددة بمعالم وإصدارات وإجراءات، وأن هناك دستورا سيصدر وانتخابات ستجرى وأن هناك توافقات. واقع عملي أن الجراح كبيرة، لكن الأشد منها كبرى حقيقة وإشكالا هو ما مر ويمر به الوطن من عندما تتكلم عن التوافقات. سيد الرملي،
توافقات في المنطقة الغربية، تقصد هنا الجماعات المسلحة تحديدا، أليس كذلك؟ ليست فقط الجماعات المسلحة، الجماعات المسلحة وغير المسلحة، والليبيون جميعا مسلحون، فما في ليبيا يفوق لكن قامت حرب، قامت اشتباكات، نعم. رأيناها بالأسلحة الثقيلة فقط لمجرد دخول هذه الحكومة إلى العاصمة طرابلس. ناهيك عن أن بعض أعضاء مجلس الدولة في وقت سابق تحدثوا عن تعرضهم لعمليات ترهيب من قبل بعض الجماعات لكونهم فقط أعلنوا تأييدهم لهذه الحكومة فور تشكيلها. نعم، هناك عدد منهم أعلن تأييده لهذه الحكومة، وعدد آخر تردد، وعدد قد يكون تحفظ على موقفه بسبب نوع من الضغوط، ربما هذا ذلك حاصل. ولكن المهم والمهم جدا، ما هو المخرج؟ نحن نتكلم على جسمين لم يستطيع أن يلتقيا، يسيران في خطين متوازيين لن يلتقيا هكذا، إن التقوا واتفق بعضهم مع بعض رجعوا إلى مقراتهم فيختلفون أو يختلف بعض من هم منهم. ولذلك لزاما هنا التنويه إلى أنه نتمنى أن لا يكون لعب أدوار في بقاء الأجسام جميعا من أجل الاستمرار والاستمرار. الواقع العملي أن هناك عجز بالمطلق لجميع الأجسام، ولا أستثني منها أحدا، برلمانا ومجلس دولة ومجلس رئاسي وحكومات متصارعة، الجميع عجز على حل المشكلة الليبية، وعلى الليبيين أن يبحثوا على خارج الصندوق على حلول فعلية حتى ولو أدى إلى نتكلم عن حكومة تمكنت من دخول العديد من المناطق في ليبيا ما عدا العاصمة سيد عبد الحكيم معتوق. إن كان أعضاء مجلس الدولة مثل ما قال بعضهم قد أنهم يتعرضون للترهيب من قبل بعض الجماعات المسلحة فقط لكونهم يؤيدون حكومة فتحي بشاغة، هنا تساءل كيف يمكن إقناع الآخرين أن من في طرابلس هم دعاة وحماة دولة مدنية وديمقراطية بالفعل مثل ما يدعون؟ لي نبيل، هذا السؤال برسم الإجابة عنه من قبل المستشارة الأمين العام المتحدة، هي تتابع وتنقل في رأيها للسيد غوتيريش وتعلم جيدا ما الذي يحصل في العاصمة طرابلس. بالعكس، هم يعني لغاية هذا الأسبوع تزايد عدد التمثيل الدبلوماسي، يعني أتحدث عن السفارات الأوروبية في طرابلس، هذا مؤشر نبيل يؤكد بأن هم يريدون حكومة في العاصمة ولا يريدونها في أي مكان آخر، وإلا كانوا على الأقل انتظروا قليلا حتى يتم التوافق بين مجلسي النواب والدولة حول ما إذا كان هناك إمكانية دخول السيد فتحي بشاغة سلميا، أو مثل ما يروى عن سيناريو يعني تكليف المجلس الرئاسي بشأن تشكيل حكومة مصغرة لا دبيبة ولا بشاغة، يعني حتى نبتعد عن أي اقتتال مساحة. لكن أنا في تقديري أنه يعني على الأقل وفقا للمعطيات، يعني الغرب لا يريد أي شكل من أشكال الاقتتال في العاصمة، على الرغم من تواجد يعني مجموعات مسلحة عديدة وهي توالي بكل تأكيد عبد الحميد بيه. ونحن لاحظنا عندما يعني وعز السيد فتحي بشاغة بالدخول إلى طرابلس حسب ما روى أنه دخل سلميا بسيارة واحدة، ولكن بمجرد وجوده استنفر هذه المجموعات المسلحة ودخلت في اشتباكات وذهب ضحيتها أبرياء ودمار وهدد ذلك بكل شيء. هنا أريد أن أسأل الدكتور محمود الرملي، الانقسام في الآراء أو اختلاف الآراء الذي نشهده داخل المجلس الأعلى للدولة هذا شيء طبيعي، ويفترض أن يكون إن كنا نتكلم عن مجلس فيه مجموعة من التوجهات والأطياف والشخصيات، لكن السؤال هنا لماذا لم يتم حسم هذا الخلاف أو هذا الانقسام من خلال التصويت بنعم ولا في جلسة يعني مدنية ديمقراطية حقيقية بدل المقاطعة والخلافات مثل ما يجري الآن والبيانات من خارج المجلس؟ أعتقد أن بيانهم الأول وعدم تصويتهم الثاني هو نوع من الإقرار أو نوع من الإفصاح على إرادتهم المتجهة إلى أننا نحن نؤيد هذا أو لا نؤيد ذاك. وأعتقد بأنه ربما هناك قالب محدد يريد بعض من أعضاء المجلس إعادة عرضه عليهم، ولا يريدون تمريره، ويعتقدون بأنهم إن رفضوا ربما يتعرضون لشيء أو ربما يعبرون عن إرادتهم بهذه الطريقة. واقع أن حق الاعتراض وعدم الحضور هو حق ديمقراطي، ربما لا يوجد إجبار أو لا يوجد قانون يجبرهم، أو لعله لوائح تجبرهم على ضرورة الحضور. هناك خمس جلسات، ليست جلسة واحدة، ولكن هذا سيعني أيضا بالضرورة
تعطيل كل ما يهم الليبيين وآليات أخرى وعدم القدرة على البوح بما يريدون وكيف يراد. الاتجاه الواقعي حاليا أن جسما لا يستطيع الممارسة أو لا يستطيع الاجتماع، وجسما آخر ربما يرى في نفسه منتظرة، فهل الكلى الجسمين لكن هذا الموقف خصوصا وأن مجلس الدولة أيد في البداية تشكيل الحكومة الجديدة ثم تراجع، وهناك مشكلة الآن في تحديد موقفه. نقطة أشار إليها سيد معتوق من القاهرة، هنا أسألك عنها سيد إسماعيل الرملي، يعني اليوم المجلس الأعلى للدولة دخل في مشاورات ومفاوضات حول المسار الدستوري مع البرلمان في القاهرة، عقد أكثر من جلسة، هناك جولة مفاوضات جديدة في الأيام المقبلة. إذا يعني بالنظر إلى هذا الموقف من مجلس الدولة في دعمه أو عدم دعمه للحكومة وتراجعه عن قراره السابق، أسأل عن مدى التزام مجلس الدولة بخصوص أي اتفاقات ومخرجات جديدة ضمن المسار الدستوري القائم حاليا. اختيار ما يتعلق بهذه اللجنة كان باختيارهم بإجماع ما يتعلق بأعضاء المجلس، وكان اختيارهم بناء على دوائرهم 13، لكن في المقابل هل سيصلون إليه في القاهرة أو في غير القاهرة؟ لأن هناك اجتماعات في القاهرة في الشق السياسي، واجتماعات اليوم بدأت بتونس في الشق الأمني، أي أن هناك تكثيف لهذا، لكن هل سيتجه إلى إمكانية أن تقر في داخل قاعات الاجتماعات أو أن تعقد اجتماعات أم لا، أم سيتم العمل على اقتراح طريقة أخرى كما هي لجنة 75 أو غيرها؟ الواقع أن هناك أمور مربكة محلية ودولية، وجود من الإرباك ما يشهده المجتمع الدولي من الحرب الروسية على أوكرانيا، واستفراد أيضا الولايات المتحدة بوجود مستشارة في إدارة الملف، ومقاربة الروس والصينيين إدارة الملف من خلال البعثة الأممية وليس من خلال المستشارة. كل ذلك أدى بتأثير متأثر على الملف الليبي، لكن في المقابل ليبيا تحتاج إلى هدوء واستقرار، وتحتاج إلى أن تنتهي هذه الأجسام من حيث بدأت ولو من خلال جسم تأسيسي. شكرا لكما من طرابلس دكتور محمود إسماعيل الرملي الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، من القاهرة عبد الحكيم معتوق الكاتب والباحث السياسي الليبي، شكرا لكما. حصتنا المغاربية متواصلة وفيها بعد الفاصل. المعارضة الجزائرية تطالب تبون بمبادرات قبل الحوار، هل يستجيب الرئيس؟